Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the merciful, the compassionate, may the peace of Allah be with you. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Ashaba, Saada, good morning. Hadarat al-Sayyidat wa Sada, sabah al-khayr. For some of you who is joining us from Latin America, I think it's about time to you go to bed. So we try to make it as Latinia, as possible. ونعرف بأن فارق الوقت سيعذبكم ولذلك فإننا سنختصر الكلام. باسم غرفة تجارة وصناعة دبي يسعدني أن أرحب بكم جميعا هنا في هذا المنتدى الثاني لأمريكا اللاتينية. نحن فخورين جدا بتنظيم هذا المنتدى عالي المستوى بصفته فعالية تؤكد على أهمية التي نعلقها على أمريكا اللاتينية إضافة إلى العلاقة التي نريد أن نبنيها معكم ومع منطقتكم. يشرفنا أن نحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إضافة إلى مشاركة رؤساء دول حاليين وسابقين من أمريكا اللاتينية إضافة إلى وزراء ورسميين وأشخاص بارزين من عالم الأعمال. منذ أن أطلقنا هذا المنتدى عام 2016 فإن اهتمام دبي بالقطاع العام والخاص في أمريكا اللاتينية قد ازداد ونرى اهتماما من جانب أمريكا اللاتينية هنا والبرهان على ذلك هو ازدياد عدد الشركات الأمريكية اللاتينية التي تسجلت في غرفة تجارة دبي التي تزايد عددها منذ سنوات عديدة حتى تجاوزت 400 ونظرا للحضور الغفير اليوم فنحن على يقين بأننا سنحفز التضخم بشكل يمكن أن يعود بالنفع علينا جميعا إضافة إلى الأمور الاقتصادية. قد يتساءل البعض لماذا نقوم باستضافة هذه الفعالية في دبي ولماذا تريد دولة الإمارات أن تنمي علاقاتها مع أمريكا اللاتينية؟ إن دبي بصفتها مركزا تجاريا رائدا ومركز استثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن دبي لديها عدة ميزات ومنها بنية تحتية متقدمة أيضا منشآت لوجستية ومناطق حرة وبيئة مؤاتية للأعمال الأمر الذي جعل من دبي وجهة مفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين. إن شركات بالنسبة لشركات أمريكا اللاتينية فإن دبي يمكن أن تكون البوابة الاستراتيجية التي تسمح لهم بالولوج إلى الأسواق الأوسط في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. هناك مجالات عديدة للتعاون في الأمن الغذائي، التصنيع، اللوجستيات، السياحة والطاقة المتجددة إضافة إلى التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الناشئة. إن دبي حاولت تنمية علاقاتها التجارية مع أمريكا اللاتينية ونراها مركز قوة اقتصادية ومجالا للقيام بالتجارة والاستثمار. وإن غرفة تجارة وصناعة دبي نظرا لأهمية استراتيجية أمريكا اللاتينية قد عززت علاقاتها الثنائية عن طريق إنشاء مكتب في ساو باولو إضافة إلى مهمات تجارية في البرازيل، أرجنتين، باراغواي، كولومبيا، بنما وكوستاريكا. نحن على يقين بأهمية فتح المجال أمام عدة فرص في أمريكا اللاتينية ولذلك فإننا نريد أن نفتح مكتبين جديدين في أمريكا اللاتينية بغية جذب انتباه الشركات إلى دبي. هناك أيضا عدة رحلات جوية قد أطلقناها في السنوات الماضية. إن طيران الإمارات وهي شركة الطيران التي كانت الأولى للربط بين أمريكا الجنوبية وشرق الأوسط بدأت رحلات يومية إلى ساو باولو وريو جانيرو في البرازيل وبوينس آيرس في الأرجنتين في الوقت الذي أيضا تفكر فيه بتقديم خدمات إلى سانتياغو تشيلي في وقت لاحق من هذه السنة. نحن على يقين بأن هذه التطورات التي تستكملها فتح المكاتب
المناطق الدولية ستجعل أواصر العلاقات أشد فيما بيننا، وأيضا ستعزز التجارة غير النفطية بين المنطقتين وبين دبي وأمريكا اللاتينية، والتي وصلت إلى 4 مليارات دولار في الأشهر التسعة الماضية عام 2017. إن هذا المنتدى من شأنه أن يجذب انتباه رجال الأعمال، وأيضا يؤدي إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مشاريع بنية التحتية. هنا في دبي نحن أيضا لدينا عدة تحولات، حيث أن الحكومة تنفع من استثماراتها في البنية التحتية، وأيضا تحاول وأيضا تعتمد التكنولوجيات المتجددة وتعمل على الإكسبو 2020. وإنه مع شهر الابتكار نحن نحاول أن نجعل دولة الإمارات رائدة في عالم الابتكار عالميا. في هذه السنة لدينا موضوع الربط والتعاون والنمو، ونحن ننظر إليكم شركائنا في أمريكا اللاتينية بغية أن نمد يد الشراكة والصداقة والتعاون. إن دبي تقدم المستوى الملائم من الخبرات والاستثمارات التي يمكن أن تساعد في النمو الاقتصادي للمنطقتين. ومع مناقشات اليوم والغد نأمل بأن نعرف أن نستنبط طرق جديدة للعمل معا، مما لا شك فيه بأن هناك بعض الحواجز أمام التجارة بما فيها الامتداد الجغرافي والتحديات اللوجستية، ولكن نحن كلنا أمل لتعاون مستقبلي زاخر بالإمكانيات بشكل يمكن أن يعزز التزامات الجانبين. وأود في ختام كلمتي أن أشكركم جميعا هنا، وأتمنى لكم مشاركة موفقة في منتدى هذه السنة، ونتطلع إلى تعاون متجدد ومعزز بين دبي والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في السنوات المقبلة. وشكرا.